لماذا أم الدنيا؟ لقب اختلفت الآراء حول أصله، تاريخه وأسبابه. منهم من ينسب هذا اللقب إلى سيدنا نوح عليه السلام عندما طلب من أحد أبنائه أن يسكنها، واصفاً مصر بأنها أم البلاد. وآخر يقول إن هذا اللقب جاء إكراماً لأمنا هاجر التي جاءت من مصر إلى مكة المكرمة، حيث رفعت قواعد البيت العتيق، وباتت تلك الأرض القاحلة عامرة بالحياة. وسبب ثالث: لا يرى أرضاً تستحق أن توصف بأم الدنيا سوى مصر، تلك الأرض التي أطعمت العالم في السنين السبع العجاف. تختلف الآراء، تتعدد الأسباب، وتبقى الحقيقة واحدة: مصر هي أم الدنيا، أرض كاملة الأوصاف، هي المحروسة، هبة النيل، أرض الكنانة، بلد الأهرامات، هي الشقيقة الكبرى للعرب، الشقيقة الكبرى للإمارات. زايد وصفها يوما بقلب الأمة، وفيها سننشد دوما رأس الحكمة. أهلا بكم في السطر الأخير. أهلا بكم. رأس الحكمة اسم تردد بكثرة مؤخراً في الأوساط المصرية والإماراتية، وشغل وسائل التواصل الاجتماعي، وتستمر النقاشات حوله منذ الإعلان عن أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. فمن بين عروض لعدة تحالفات استثمارية دولية، اختارت مصر تحالفاً إماراتياً لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي. وبموجب الاتفاق ستستحوذ شركة القابضة ADQ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة، فيما هي العوائد الاقتصادية للمشروع كاستثمار محوري لمصر والإمارات، وكيف سيسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. للإجابة على كل هذه التساؤلات يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور علي سعيد العامري، خبير اقتصادي، وأيضا معنا من القاهرة عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي. أرحب بضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور علي. بداية، من بين العروض العديدة للتحالفات الاستثمارية الدولية، اختارت مصر تحالفا إماراتيا لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة. ما أهمية تطوير مشروع رأس الحكمة كمشروع استثماري محوري لمصر والإمارات؟ شكرا على الاستضافة. طبعا مصر لم تختار الإمارات بشكل عشوائي، هي عارفة العلاقات بين الإمارات ومصر منذ قدم، من أيام المرحوم الشيخ زايد بن سلطان، والأرقام والشواهد تتحدث عن نفسها. بالتأكيد. هناك مدن، مدينة الشيخ زايد، مستشفيات باسم الشيخ زايد. فالإمارات دائما عضيد للدولة المصرية. فهناك عدة أشياء بتستفيد منها الدولتين. بالنسبة لمصر، الاستفادة طبعا هي تطوير المنطقة بشكل عام، تطوير المنطقة اللي هي رأس الحكمة، وهي على فكرة من أحسن المدن أو أحسن المناطق، سواء من ناحية البيئة أو من ناحية الأجواء أو البحر يعني. فراح تستفيد منها كدخل
والذي أنت ذكرتيه في بداية الحضن أن الدولار في السوق المواسية حاول انخفض حوالي 20-30%. نعم. وهذا طبعا سيساعد الدولة المصرية على جذب استثمارات بالتأكيد ثانية غير الموجودة الآن اللي ضختها دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم دكتور ابقى معنا وانتقل إلى الدكتور مدحت. دكتور يعني للمشاهدين في دولة الإمارات وحول العالم إذا ما أردنا أن نبسط الموضوع ما هو مشروع رأس الحكمة؟ تحياتي لحضراتكم والأهل الإمارات الشقيقة والحقيقة يعني أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك يعني تقدمت بيها في الحديث عن مصر وعن شقيقتها الإمارات. فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة هو مشروع الغرض منه هو تطوير مساحة كبيرة من الأرض تصل إلى 170 مليون متر مربع. هذه المساحة مفترض وفقا لما ذكر في البيانات الصادرة عن ADQ وعن الجانب المصري أنها سيتم تطويرها بأكثر من وجه وأن كل الوجوه التي سيتم تطويرها بها مفيدة جدا كنوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر. فيما يتعلق بالتطوير العقاري والتطوير السياحي والتطوير يعني متعدد الأغراض الذي من شأنه أن يعني يساهم في إحداث يعني نوع من أنواع النقلة في النشاط الاقتصادي خاصة في هذه المنطقة من البلاد. نعم دكتور مدحت يعني رأس الحكمة تمثل مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أكبر صفقة استثمارية أو أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مصرية إماراتية، كيف تابعت ردود الفعل المحلية والدولية لهذه الصفقة؟ هناك استقبال جيد جدا لهذه الصفقة خاصة وأنها تأتي في وقت حرج، هناك أزمة شح سيولة دولارية في الاقتصاد المصري، والمشروع الحقيقة بيساهم في حل هذه الأزمة بشكل سريع وبشكل فعال. من ناحية أخرى استقبلتها مؤسسات التمويل الدولية على سبيل المثال والتي هي في يعني مفاوضات مع مصر الآن استقبلتها بشيء من الترحاب. أيضا كل بنوك الاستثمار التي تصدر تقارير بشأن تطورات الوضع في الاقتصاد المصري كانت مستبشرة. أما عن الأسواق فترجمت هذا بشكل مباشر في انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وفي انخفاض أسعار الدولار في بالنسبة للعقود الآجلة غير المسلمة لمدة عام والتي انخفضت بمعدل سريع جدا وكبير استقبالا لهذه الصفقة. نعم وانتقل لك دكتور علي. دكتور المشروع يمثل شراكة بين دولتين شقيقتين الإمارات ومصر وتربطهما علاقة أخوية استراتيجية، كيف ترى اليوم التزام دولة الإمارات بدعم الاقتصاد المصري من خلال أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر؟ طبعا هي دولة الإمارات دائما مثل ما قلت لك سباقة في الخير قبل التجارة. تأكيد. فطبعا الحمد لله ان قامت دوله الامارات العربيه باختيار هذا الموضوع بشراكات مصريه اماراتيه يعني لتطوير المنطقه يعني وتكون هناك استفادات كثيره جدا منها بالنسبه للدوله المصريه. طبعا هناك في السياحه مصر اعتقد تتوقع حوالي 8 مليون سائح بعد انتهاء او تكمله هذا المشروع. هناك عماله مصريه راح تكون موجوده او تستعمل المنطقه هذه. هناك ايضا الشعب او الناس اللي حول المنطقه راح يكون تتطور المنطقه هذه وتكون لها دور كبير جدا في الناحيه المصريه. طبعا انا ارى ان هذا المشروع راح ايضا يساعد في الاقتصاد المصري بشكل عام. وحسب المعلومات إن أعتقد أنها راح تكون حوالي 2% من الدخل المحلي المصري يعني. وبذلك راح يكون للمشروع هذا يعني حافز كبير للاقتصاد المصري على أساس أن ينمو ويكون من أعلى الاقتصاديات في العالم العربي تقريبا. نعم مستمرين في حوارنا ولكن بعد الفاصل ابقوا معي. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وأعود وأرحب بضيفي معي من القاهرة الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، وأيضا معي في الاستوديو الدكتور علي سعيد العامري خبير اقتصادي. دكتور علي، ما هي عوائد صفقة رأس الحكمة الاقتصادية على دولة الإمارات؟ هناك عوائد كثيرة، يعني نحن نعرف الآن أن دولة الإمارات العربية هي تحاول تنويع الاقتصاد، وهذا جزء كبير جدا من تنويع الاقتصاد، فهناك عوائد مالية راح تجري أو تتخذ من هذا المشروع لدولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك هناك راح يكون هناك فرص للشركات المحلية أن تشارك في هذا المشروع وتكون لها جزء كبير منها من دخولها إذا دخلت في راحت في هذا المشروع وتأخذت بعض الأشياء أو بعض المشاريع في هذا. وأنا أتمنى أن الجهات المعنية أن تحاول أن تعمل نوع من اللجان أو شيء من هذا الشيء من النوع عشان أخذ بعض الشركات المحلية للمشاركة في تطوير هذا المشروع. نعم تفضل. نعم أنتقل للدكتور مدحت نافع. دكتور، أسألك نفس السؤال ولكن العائد المباشر على المواطن المصري من هذه الصفقة على المدى القصير والطويل أيضا. على المدى القصير طبعا تدفقات النقد الأجنبي اللي اتكلمنا عنها من شوية المفروض تنعكس في صورة تخفيض من حدة ارتفاع الأسعار نتيجة أنها هتساهم في زيادة المعروض السلعي خاصة المكدس في الجمارك من احتياجات الاستيراد الأساسية، وده بشكل مباشر المفروض يستشعره المواطن، خاصة وأن يعني الصفقة أتت بتدفقات كبيرة بالنسبة لهذا النوع من المشروعات. هذا التدفق النقدي كبير جدا خاصة في مرحلة مبكرة جدا من الاستثمار. أما على المدى المتوسط والطويل فهناك الكثير من الوفرات الإيجابية التي يأتي بها هذا النوع من المشروعات التنموية، منها فرص العمل التي يخلقها، منها فرص التشغيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وفي مجال التطوير الصناعي فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة التي ستكون في المنطقة، وفي مجال تطوير الموانئ والمطارات وخلافه مما سيتضمنه المشروع في مراحله المختلفة. كذلك من المفترض أن ده يزود الإيرادات السياحية بشكل كبير. ذكر رئيس الوزراء المصري أن هناك 8 مليون سائح سيقصدون هذا المكان لدى اكتمال المراحل المتعلقة بالتنشيط السياحي أو بالتنمية السياحية. هذا أيضا إيراد هام جدا سواء من ناحية كإيراد دولاري أو كمدخل هام جدا من الناتج القومي المصري، يحول المشروع من الاقتصاد الريعي أو من فكرة المشروعات الريعية إلى مشروع يعني إنتاجي، سواء كان الإنتاج هنا خدمي زي النشاط السياحي أو إنتاج من أنواع مختلفة ومتعددة داخل المشروع. نعم دكتور علي، كخبير اقتصادي إماراتي كيف تقيم اليوم العلاقات المصرية الإماراتية في ظل هذه الصفقة؟ مثل ما ذكرنا في البداية العلاقات هي علاقات مميزة جدا، يعني فهناك مصر هي أعتقد خامس شريك لدولة الإمارات العربية التجاري، والإمارات هي ثاني أكبر شريك في المستثمر في مصر، يعني فعلاقات قوية مميزة قامت على الأخوة والترابط بين البلدين. يعني فمنذ مثل ما ذكرت قبل في بداية البرنامج، العلاقات قامت على مساعدة الآخر ومساعدة الدولة المصرية، و في نفس اللحظة أن نأخذ استثمارات مشاركة بين البلدين والمستفادة للجميع، يعني خاصة من المشاريع التجارية أو المشاريع التي تكون بين البلدين. وأنا أعتقد أن هناك أكثر من مشروع، هذا مشروع أول واحد أو تقريبا مشروع كبير، أكبر مشروع استثماري عمل في أي مكان في العالم، وراح يكون قدوة للغير، راح يجذب استثمارات كثيرة لمصر وراح يرفع من الناتج المحلي المصري مثل ما ذكرت، وراح يكون نوع من الحوافز للشركات الأجنبية والدول الثانية أنها تكون تستثمر وتضخ أموال أجنبية إلى الاقتصاد المصري. نعم. وهذا طبعا كله بفضل أن دولة الإمارات وقفت مع الدولة المصرية في الوقت التي كانت محتاجة لأي حد يكون يساعدها في هذا. نعم دكتور علي سعيد العامري خبير اقتصادي، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم.
فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفي في من القاهرة الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي. دكتور، الإمارات هي الأولى من بين الدول المستثمرة في مصر، ونعلم بأن الاستثمار لا يبحث عن الواحات، أو لا يبحث إلا عن الواحات الآمنة إن صح التعبير. ما الذي ساهم في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر برأيك؟ بالتأكيد العلاقات الطيبة بين الشعبين وبين الحكومتين كانت سبباً هاماً في تعزيز تدفقات هذه الاستثمارات بشكل كبير، خاصة مع الكثير من توافق الرؤى حول مسائل مشتركة. لكن كما تفضلت حضرتك، الاستثمار يعرف لغة الأرقام بشكل أساسي، وبالتالي هو يبحث عن أهداف ومزايا مشتركة. الاستثمار الإماراتي يبحث عن تنويع المحافظ، يبحث عن داون ستريم، أو يعني يكمل سلاسل الإمداد الخاصة بالمنتجات التي تتمتع فيها الإمارات بمزايا نسبية، يكملها في مصر نتيجة وجود مزايا وجدها المستثمر الإماراتي أنها مفيدة له، من عمالة يتم يعني استخدامها بشكل مناسب اقتصاديا، من مزايا بنية أساسية ومشروعات أنفقت مصر فيها الكثير خلال الفترة السابقة، من مزايا متعلقة أيضا بسهولة الوصول للأسواق سواء أفريقيا أو أوروبا. فمصر تتمتع كما نعلم جميعا بموقع متميز جدا وموقع استراتيجي في هذا السياق، وبالتالي الاستفادة مشتركة. لكن لا يمكن أن نغفل أبدا أهمية الدور السياسي في اتخاذ بعض القرارات وفي توقيت بعض الاستثمارات، كما حدث في مشروع رأس الحكمة الذي ينم عن تفاهم سياسي كبير بين قيادتي الدولتين. نعم دكتور، ما هو تأثير مشروع تطوير رأس الحكمة على خلق ملايين الفرص، فرص العمل للشباب المصري؟ عفوا، تسمعني دكتور؟ نعم دكتور، تأثير نعم تأثير هذا المشروع لخلق فرص عمل أو كثيرة يعني للشباب المصري؟ بالتأكيد، يعني هذا المشروع لو ما بنتكلم على ضخ ما يقترب من 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، فده معناه ان هو سيخلق يعني مئات الالاف من فرص العمل. هناك فرص عمل انتقاليه او احتكاكيه اثناء فتره البناء والتطوير، لكن هناك ايضا فرص عمل كثيره دائمه ستكون من خلال المشروعات التي ستقام في هذه المنطقه الحيويه. مشروعات في مجال السياحه، مشروعات في مجال التطوير العمراني، مشروعات في مجال كما قلنا من قبل تطوير الموانئ وتطوير وحتى المشروعات المنتزهات والمتعلقة بالخدمات الترفيهية، كلها تخلق فرص عمل كبيرة ومناسبة للباحث عن فرص العمل في مصر. وسيكون هناك أكيد أفضلية لاستخدام العمالة في هذا المشروع من داخل السوق المصرية، توفيرا حتى لتكاليف جلب العمالة من الخارج، وتعزيزا للاستفادة من القدرات المصرية في هذا المجال والمعرفة بالسوق وطبيعته. نعم دكتور، مصر الآن تمضي في مرحلة مضيئة، وأيضا تمضي نحو مستقبل أكثر توهج، كيف ترى مستقبل الاستثمار في مصر؟
مستقبل الاستثمار في مصر يسير بخطى ثابتة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا بدأنا مبكرا في مرحلة البناء والتأسيس. مرحلة البناء والتأسيس كانت تقتضي الكثير من الإنفاق في مشروعات كبيرة، مشروعات بناء بنية أساسية، نختلف أو نتفق في بعض أولوياتها، لكن هذه المشروعات من المفروض أن تثمر الآن، وطريقة إثمارها الوحيدة هي أن يستغلها القطاع الخاص، سواء بالاشتراك مع الحكومة أو بالاشتراك مع الأذرع المملوكة للدولة أو منفردا، أن يستغلها الاستغلال الصحيح من أجل توفير يعني بيئة اقتصادية متكاملة إنتاجية في المقام الأول. مشكلتنا وأزمتنا سواء العجز الداخلي أو العجز الخارجي، سواء عجز الموازنة أو عجز ميزان المدفوعات، وهي المشكلات الكرونيك أو المشكلات الهيكلية والمزمنة لمصر، لن يتم حلها بحلول نقدية ولن يتم حلها بحلول مؤقتة. الحل المستدام الدائم هو من خلال الإنتاج وتطوير القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية وحتى السياحية. نعم دكتور، اليوم يعني كيف ترى دور هذه الصفقة في تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، يعني خاصة في الحديث الآن عن مشاريع استثمارية في مصر مستقبلا؟ بالتأكيد المستثمر الأجنبي يبحث عن استثمار قائم حتى يدخل عليه. إذا كان هذا الاستثمار محلي فإنه يدخل عليه بالشراكة ويدخل عليه مستخدما لإمكانياته وخبراته السابقة. فإذا وجد أيضا استثمارا أجنبيا، وهو في هذه الحالة سيصنف استثمار أجنبي على الرغم من أنه من بلد عربي شقيق، لكنه استثمار أجنبي، فهذا يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي في أنه سيضخ أمواله في بيئة آمنة، ويعزز من فكرة الاستثمار المباشر عوضا عن ما اعتدنا على يعني اكتذابه في سنوات سابقة من الأموال الساخنة. هي الأموال الساخنة وتدفقاتها في أذون الخزانة وسندات الخزانة بتكون مفيدة في مرحلة ما، لكن لا يمكن الإبقاء عليها، وعادة ما تفر سريعا وتهرب سريعا. الاستثمار المباشر أو حتى استثمارات الحفظة، لكن الأكثر استدامة في مجال في الملكية، في أدوات الملكية في الأسهم، يكون لها يعني حظا أوفر في دعم الأهداف التنموية لأي دولة. ومصر في حاجة دائما إلى استثمارات أجنبية نظرا لضعف الادخار المحلي فيها، يعني معدل الادخار المحلي بين 6 و8%، نحن نريد معدل الاستثمار يصل إلى 20%. الفرق بين الفجوة دي لازم يعوضها التدفقات الاستثمار الأجنبي، وهذا ما نرنو إليه ونصب إليه خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم دكتور، يعني شهدنا انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري عقب الإعلان عن هذه الصفقة وهذا المشروع واستلام الدفعة الأولى للصفقة. متى يشهد السوق المصري انخفاض الأسعار، وخاصة نحن الآن على مشارف شهر رمضان؟ مسألة الباثرو إفكت أو أثر التمرير من سعر الصرف إلى التضخم عادة ما يسير بشكل أسرع في الاتجاه الصاعد منه في الاتجاه النازل. يعني نزول الأسعار بيجد شيء من المقاومة حتى تستقر الأوضاع بالنسبة للتجار وبالنسبة لمختلف حلقات الإنتاج اللي بتصل في النهاية إلى المستهلك النهائي، فبتاخد وقت شوية، وده في كل الاقتصادات مش في مصر بس. لكن هناك أسعار تم تحديدها في ظل ندرة شديدة، دي لازم تنزل أول ما يبتدي الإفراج عن السلع المكدسة في الجمارك ويتم يعني ضخها في الأسواق بشكل سلس. هناك أسعار يجب أن تنخفض، خصوصا أنها يعني تم تحديدها في ظل ممارسات احتكارية بتواجهها الدولة بشكل كبير وبشكل يعني يليق بها تشريعيا وتنظيميا. دي ممكن تتأثر سريعا وممكن انها تشهد انفراجة، خاصة مع السنتمنت او يعني الاثر النفسي الجيد اللي جاية به هذه الصفقة اللي بتقضي بشكل كبير على اهداف السوق السوداء، سواء في التعامل في العملة الصعبة او في السلع. نعم دكتور مدحت، سؤالي الأخير، يعني أنت أستاذ في التمويل وخبير اقتصادي مصري، إذا ما سئلت عن العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية ماذا ستقول؟ سأقول أنها علاقات قوية بالفعل، وأنها علاقات قابلة لأن تستدام وأن تستمر، وأنها لم تتعرض أبدا لأي اهتزازات طوال فترة التعاون البيني بين البلدين، نتيجة وجود أواصر قوية جدا شعبية بين شعبي البلدين، ونتيجة اتفاق الرؤى على مستوى القيادة. وأعتقد أن مصر تحقق للإمارات المتحدة فرصة طيبة لتنويع محفظة استثماراتها وتوزيعها بشكل جيد، والإمارات الشقيق يوفر لمصر الكثير من فرص
التمويل الذي تحتاجه مصر للانطلاق في افق قادمه، فضلا عن الشراكه الفعليه في تطوير المشروعات والاهداف. نحن لا نتحدث عن مشروع بعينه، ربما انا لم اطلع حتى على نص المشروع او على تعاقده، لكنني اتحدث بشكل عام. نعم الدكتور مدحت نافع استاذ التمويل والخبير الاقتصادي، كل الشكر على مداخلتك معنا اليوم. مشاهدينا وصلنا الى ختام السطر الاخير، شكرا للمتابعه، الى اللقاء.